قادة المسلمين عبر التاريخ، سطر أروع البطولات وقاد أعظم الفتوحات، فهو كاسح الروم والفرس، اشتهر بعبقريته في التخطيط العسكري، خاض عشرات المعارك لم يهزم في واحدة، فهو قائد المجاهدين وقاهر المرتدين. روايتنا اليوم بطلها الصحابي الجليل الفارس العظيم سيف الله المسلول خالد بن الوليد، القائد المنتصر دائماً. هو أبو سليمان خالد بن الوليد ابن المغيرة، ينتهي نسبه إلى مرة ابن كعب ابن لؤي الجد السابع للنبي، وكان والده من سادات العرب ولقب بريحانة قريش. تأثير النشأة على تعلم فنون الفروسية والقتال في بناء شخصية القائد الفارس خالد بن الوليد قبل دخوله الإسلام. كان من أسرة ثرية، يعني ليس من المعوزين أو نقول فقراء مكة، لا بالعكس، كان ثريا، كان شديدا، كان من وجهاء القوم كعادات العرب. تم إرساله إلى الصحراء أو إلى البادية عشان يتعلم ويتربى على شدة البادية. طب إيه اللي في البيئة دي؟ إيه السمات اللي فيها؟ فيها جبال، فيها صخور، فيها شدة، فيها بأس، فدي بتنعكس على صفات شخصية لسيدنا خالد والأغلب الصحابة الذين نشأوا في هذه البيئة. كان يتسم بالقوة والجرأة في الحق والشجاعة والحكمة والسكينة والمنطقية والإنسانية. كان خالد ابن الوليد متردداً في النظر للإسلام، وحارب المسلمين في غزوتي أحد والأحزاب، غير أنه بدأ يميل إلى الإسلام وأسلم بعد صلح الحديبية. مثل شخصية الصحابي خالد بن الوليد لا تدخل في أمر ولا تخطو خطوة إلا بتفكير تام وتفكير عميق وقناعة كبيرة. هل ميوله واتجاهه نحو الإسلام كان له سوابق؟ كان يفكر في هذا الدين، حتى إنه جلس مع نفسه وحكم خواطر نفسه في الإسلام وفي التصديق بسيدنا رسول الله، وهداه عقله إلى الإيمان وإلى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه. فعايز ياخد القرار، بس هو كان عنده نوع من الأصالة العربية، إزاي أروح معاهم بعد ما أنا عملت فيهم كل ده؟ بعد ما حاربتهم من قبل، بعد ما حاربتهم وقفت وصادهم كل ده، لكن مع ذلك هو خد القرار الصحيح، عرف خلاص والله لقد بان الأمر إنه نبي. فأرسل الوليد إلى أخيه خالد وتحدث إليه. يبدو أن خالد بن الوليد كان عنده استعداد فطري للاستجابة لهذه الدعوة والدخول في الإسلام. ميول هنا في البداية. نعم، كان عنده ميول. فقال للوليد أخوه: أين خالد؟ مثله عقل خالد لا يجهل الإسلام. فكانت الرسالة دي أول ما قرأها سيدنا خالد بن الوليد سمعت معاه قوي، وفعلا كان مثله عقل خالد لا يجهل الإسلام، لأنه كان فعلا بيحكم عقله كويس قوي، بيعرف الرأي الصحيح. يعني كان ثقة النبي في ذكاء وفطنة وبراعة كمان تفكير وعمق تفكير خالد بن الوليد، إن هو طالما أدرك أن الإسلام صح يرجع المكان عليه. بالضبط. الجمال بقى في إيه؟ إن سيدنا خالد بن الوليد يعني يبحث عن صاحب له في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هدية أخرى، فيقابل سيدنا عثمان بن طلحة ويسأله: أنت رايح فين؟ أنا رايح للنبي. طب رايح ليه؟ حتى أبايعه، ليس عن اتفاق. ثم إنهما يقابلان سيدنا عمرو بن العاص. نعم. أنت رايح فين؟ رايح. يبقى إذن هؤلاء اجتمعوا لا عن اتفاق ولا عن إعداد مسبق، ولكن جمعهم صحبة في الله. نعم. مع دخوله الإسلام ظل خالد ينهل من مدرسة النبوة حتى أصبح القائد الذي يعلم إلى اليوم قادة العالم. هنا توقف عند ملمح قوي جدا في شخصية القائد والفارس خالد بن الوليد، في إخلاصه لعمله وللمهام التي كلف بها حتى وهو جندي مجاهد وليس قائد كمان، لكن يحمل صفات القائد. أنا دايما أشير إلى خالد بن الوليد أنه الإنسان المخلص لعمله. نعم. الصحابي الذي أخلص لمهنته الحرب والقتال. سيدنا خالد بن الوليد علمنا هنا إزاي أؤدي الدور المطلوب مني. لما أكون قائد إزاي أكون قائد، لما أكون جندي أو عسكري إزاي أكون جندي أو عسكري. سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي عزله كان تقريبا سنة 17 هجرية، وسيدنا خالد توفي سنة 21 هجرية. طيب إيه سبب العزل؟ هو سيدنا عمر بن الخطاب نفسه اللي قال، لأن لما عزلوا بعض الصحابة زعلوا أو كده، فقال لهم: أنا ما عزلت خالد عن تقصير أو شيء، بالضبط كده، ولا عن اتهام له ولا عن خيانة له.
وإنما افتتن الناس بخالد خوفا من أن يفتتن الناس. بالضبط. ولكن عمر كما قلت وأشرت من قبل خشية أن يفتن المسلمين. أن يفتن المسلمين بشخص خالد بن الوليد فيصبح خالد رمزا دون بقية القادة أو دون بقية الخلفاء. طيب لما سيدنا خالد جاله القرار ده في نفس الأول ما قرأ القرار على طول قدم سيدنا أبو عبادة من الجراح وهو طبعا أمين هذه الأمة وكلهم صحابة أفاضل عدول. وحدث من شدة القتال والجحافل التي قابلتهم من قوات الروم هنا يجي الاختيار من المسلمين كان نشافوا في خالد بن الوليد قائد وفاة. نعم كان الأمر شورى هنا بين المسلمين وتم الاجتماع لأن خالد هو هيكون قائد الجيش في هذه اللحظة. فتحول خالد بن الوليد من مقاتل إلى قائد. استطاع خالد بن الوليد استخدام حيله الحربية التي تقوم على مباغتة العدو والتي كانت الاستراتيجية الأساسية لديه، فكان يعتمد في كل حروبه على الهجوم الخاطف المباغت. هل تعد غزوة ومعركة اليرموك نقطة انطلاق وتتويج لقدرات ومهارات القائد والفارس خالد بن الوليد، سواء الذكاء في الفروسية وفنون القتال والبراعة كقائد؟ معركة اليرموك تعد واحدة من أكبر وأهم المعارك اللي كشفت عن عبقرية خالد بن الوليد رضي الله عنه العسكرية الفذة، لدرجة أن المؤرخ الإنجليزي العسكري ديفيد نيكول جاء بنفسه وزار المناطق في الأردن وفي سوريا وكل المناطق اللي مشت فيها القوات الإسلامية، وعمل كتاب معتمد على الطبوغرافيا وعلى جغرافية المكان عشان يحاول يفهم خالد بن الوليد انتصر ليه. خالد بن الوليد لجأ إلى الخدعة، من شدة القتال فكر خالد كيف يتغلب على هذه القوات، كيف يدخل عليهم الخديعة ويحدث نوع من الاعتقاد بأن هناك قوات ومدد جاء في الليل. قطع الصحراء في 5 أيام ووصل إلى منطقة اليرموك. ماذا حدث في اليرموك؟ لم تكن قوات الروم قد وصلت بعد، فهنا أصبحت المزية لخالد بن الوليد وقواته. صفى خالد بن الوليد قواته بحيث أن تكون الشمس في ظهر قوات المسلمين وتبقى في مواجهة العدو اللي وروه، وتبقى في أعين وفي أوجه قوات العدو. غطى أبار المياه اللي كانت موجودة في المنطقة، وكانت المعركة في شهر يوليو، يعني قمة الحرب. خالد بن الوليد في الليل لجأ إلى حيلة بسيطة جدا، قال الميمنة تأتي مكان الميسرة والميسرة تأتي مكان الميمنة، وكل فيلق يأتي إلى مكان الآخر ومعه البيارق أو الأعلام الصغيرة الدل على هذا الفيلق. هنا العدو لما يشوفهم يعرف أن في جنود جداد، يعتقد أن هناك مدد جديد. ثم تقدم بالساقة أو بالمقدمة اللي هو على رأسها وجعل في الحضور أو في الظهور في الأمام. ومش كده بس، أمر جزء من المسلمين أن يقفوا في الخلفية ويعفروا التراب في الجو، يبان في عداد أكبر، فيبان أن في كر وفر وفي فرسان وخيل جاية في المؤخرة. وتحقق النصر الحاسم في هذه المعركة، لأن اليرموك هي نقطة الحسم. وبعدها قرر الإمبراطور هرقل إمبراطور الروم أنه ينسحب تماما ويخلي بلاد الشام. كان حريص على الانتصار دايما بشرف، عمره ما كان كل همه أنه هو يذل الخصم بتاعه، حتى قالوا أنه هو كان دايما بيسيب ثغرة في الجيش بتاعه عشان حاجتين، عشان لو اضطر للصلح يبقى عدوه يقدر يقبل الصلح ده وهو عنده شوية من ماء الوجه. ما كانش دايما يريق ماء الوجه بينه وبين اعدائه، كان دايما يبقي حبل للتفاوض او حبل للود ان احتاجنا ليه في يوم من الايام. ليه؟ لانه مش حريص على قتله، هو حريص على دعوته للاسلام اكتر من قتله. كما اشتهر عن الصحابي خالد بن الوليد الجانب العسكري والحربي، لكن ايضا كان له باع كبير في الايمان وفي العباده وفي الدين. كان من القابه السيد الامام. السيد الامام، نعم، كان صاحب قدوه وكان صاحب صلة بالله سبحانه وتعالى، اتصلت نفسه بالله عز وجل فأتت تصرفاته موافقة للفطرة السليمة، فبالتالي كان قائم بقى على أعمال الضعفاء والأرامل واليتامى والمساكين، وكان يعطي لهم من ماله ويعطي عطاء سخيا كريما، وكان يعرف عنه الجود والكرم. في العام 21 توفي الصحابي خالد بن الوليد وهو على فراش المرض في سنوات عمره 50، بعدما تمنى أن يموت في ميدان المعارك ليرحل سيد الشجعان فارس من مدرسة النبوة.